أحد الأساتذة ينصح الطلاب المبتدئين في كلية شرعية بقراءة ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لأننا في زمان فتنة، فهل هذا صحيح؟ هذا يزيد الفتنة، هذا يزيد الفتنة، اللي يوصي بقراءة ما جرى بين الصحابة هذا يزيد الفتنة شرا، وهذا غاش للطلاب، وهذا ينبغي أنه يبعد عن التدريس. نعم.